طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا من ملعب جيوزيبي ميازا في ميلانو، أحد أعرق النوادي الإيطالية والشهير بالتأكيد إنترناسيونالي. تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء. ها هي البداية إذن. مارسيلو، كازيميرو، مودريتش، كروس، حصلوا على رمية جانبية. رافائيل فاران، كروس، كريم بنزيما، سانشيز، جاريث بيل يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، لديه الفرصة الخطيرة، كريم بنزيما، أوه تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. جاريث بيل، ضربوهم فعلوها ونجحوا في افتتاح التسجيل. ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. تغيير كل شيء الآن، أصبحت